ارفعوا الحمامة. أخ شريف، الحكومة حكومة كافرة فاسخة وداعرة. يعني أنت معانا؟ طبعا معاكم. مستعد تنفذ كل اللي هنقول لك عليه؟ رقبتي أنا من إيدكم دي لإيدكم دي. يعني مش خايف من الحكومة؟ أنا ما خافش غير من ربنا سبحانه وتعالى. قلبك عامر بالإيمان. لا إله إلا الله وحسبي الله ونعم الوكيل. أخ شريف. أيوه. جت اللحظة اللي القدر اختارك ليها عشان تقدم أكبر خدمة للأمة الإسلامية كلها. طبعا طبعا. إيه اللي بيلفوح حوالين وسط ده؟ هذا حزام الناسف. حزام إيه؟ ناسف. ناسف ناسف يعني؟ إحنا واثقين من إيمانك، متأكدين إنك مش هتتردد إنك تضحي بروحك من أجل الأمة الإسلامية كلها، والشهادة هي المكافأة الكبرى التي ستنالها بمشيئة الله. أنت مكانك مش هنا. أمال فين؟ فوق. فوق فين؟ فوق مع الشهداء. وأنتوا هتقعدوا هنا تحت وأنا هطلع فوق لوحدي؟ أيوه. طب ما تطلعوا أنتوا فوق وأنا استناكوا هنا تحت. هذا قدرك. الحزام ده هينفجر بعد ساعة من دلوقتي بالظبط، وانت عارف هينفجر فين. فين؟ في العمارة كلها بما فيها سفارة الخنازير والقردة. وانا كمان في العمارة. ايوه، بس خلي بالك اي محاولة منك عشان تفك الحزام هينفجر فيك لوحدك ويضيع عليك الاجر والثواب. توكل على الله فهو حسبك ونعم المصير. ونعم المصير.